بشرف العاصة دري سوت كريم أبو المولدة أصلاً كانت إذا الفلوس ناقصة 1000 دينار ما يقبل. يقول لي روح 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 بعدين موز. ليش هذا العصب يدوم أبو حارثة بالإيجار؟ وقع لك كل الإيجار. لك سعودي بشرفي كلش تعبان. لك هذا إيفاد الصين فد مزعج، الطريق إش طوله، الطيران ساعات ما تخلص. خذ لك إجازة معود، ما تشوف الشغل مال شهر خلاه علي. خايب هاي شبيك، الخطة نفسها قبل علمك. شلونك استاذ، شخبارك؟ الله يخليك. ها احكي لي، تمتعت بالإفاد؟ والله يا استاذ هناك الأكل كله مختلف، بعدين هذا فيروس كورونا اللي صار خرب الأول والتالي. اي هم صحيح هم صحيح. احكي لي رأي شي. والله استاذ ردت إجازة شميع لأن تعرف تعب وطريق، وانا البارحة جيت. ها بدينا غايب، مو قتلت نفسك علي إفاد، هسه صار تعب، ما بدي تشوف ايش قد عندنا شغل. والله استاذ ايش احس بنفسي كلش تعبان. العفو استاذ. فعلا يبين عليك التعب، ضروري تروح المستشفى. لا استاذ مو مهم، الشغل هواي. لا ابني لا، روح وانا دز اجازتك بيت سعودي نسيبك. استاذ مو اخاف. روح مجاز شهر. لا استاذ يومين كافي. ابني اخذ شهر، اخذ شهر حتى ترتاح. استاذ والشغل؟ عوف الشغل عوف الشغل، المهم راحتك هسه. قوم روح قوم روح. انا اشكرك اشكرك استاذ. انا عندي تليفون هسه سريع. اي ثول لي والله ثول، كان دعمتني. قلت ولك؟ ها لا ما قلت شي يا اخوي. لا لا اكو كلمه سمعتها. ايش حكيت؟ قلت كان دعمتني ما تشوف؟ اكو كلمه سمعتها دا اقول لك، انت جاي تمشي هنا بنص الشارع وتغلط على العالم، شنو حضرتك؟ عصابك انت؟ لا اخوي لا عصابك شنو؟ انا رجال موظف ومثقف، ما عندي هاي السوالف. لا تحكي، شنو هاي الكلمه اللي حكيتها؟ شنو تنزل الجامع وسمعتها؟ اذا ما تحكيها هسه وتعيدها، هسه هنا امددك، فهمتي ولا لا؟ ها اي تذكرت تذكرت. قلت ثول ما تشوف؟ شلون ولك؟ ثول شنو ولك؟ علي ما انت غلطت. انا اسف اخوي والله يعني ما اعرف شو احكي لان مريض ودايخ، من رجعت من الصين لحد الان ما ادري ايش بي. شلون؟ جاي من الصين. ثول اي والله ثول، لك النوم جاي تعتصب وجهي وجاي من الصين؟ اسف خلي ابوسك حتى ما اريد. لا تلزمني لا تطخني. يلا منا يلا. نزلني ساني. كيف شايل مسدس؟ لك اعطس بوجهك اخليك ما تشوف دربك.